إخوانك وأخواتك وأبناؤهم، أعمامك وعماتك وأبناؤهم، أخوالك وخالاتك وأبناؤهم، أبناؤك وبناتك وأبناؤهم، والدك ووالدك والدتك وإن علوا الجد والجدة. هؤلاء خطوط حمراء في الحياة، معنى قطيعتهم تحدي الله، والله قد أوجب اللعنة والقطع على قاطعهم، سماها رحم وهو الرحمن، ونصرها. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اتق الله وأقسم بالله إن ذاك العبد القاطع للرحم فاسق، لأنه مرتكب كبيرة، فاسق ولو حفظ الكتاب والسنة، لأن الله وعد ومرتكب لكبيرة، لأن الله إذا لعن بإجماع علماء الإسلام، الله إذا لعن عبد فقد خرج من العدالة والإيمان وتمام الإيمان إلى الفسق، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب.